السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا، لو كانت المبادئ والقيم والصفات عبارة عن حجر ثمين في مناجم الأرض أو مناجم بطن الأرض، لكن اعتبرت الإيمان هو أهم الجواهر، أهم الجواهر وأغلاها وأثمنها. ليه؟ إن لم تثق بالله تعالى فأنت ضائع لا محالة، لأن الإيمان بالله تعالى أولا عبادة طبعا مطلوبة. الشيء الثاني، هؤلاء المؤمنون عادة ما يكون ناجحون. ليه؟ لأن هم اللي أكثر قدرة على الإقدام، هم اللي أكثر قدرة أنهم يقومون بعمل جديد. ليه؟ لأنهم يعتقدون أن الله يحميهم. ولما ربنا حتى في آياته يقولنا وقل اعملوا وسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يعني لما ربنا يقول فسيرى، يعني مو مثل ما نقول احنا في الخليج يطمش يشوف، لا، معناها تحدي، انتم اعملوا وشوفوا انا كيف اكافئكم. وفعلا من يعمل ويعمل بايمان حقيقي، يعني انا شفته في مجال التطوع، شفته فعلا تعمل عمل ذره صغيره وبعد فتره تلقاها صارت هرما، صارت جبلا. ليه؟ لان يد الله مع الجماعه، لان في ايمان ان هناك في قدره الهيه كونيه قادره انها تساعدك. وبالتالي الايمان بالله هذا مهم. الشيء الثاني، الايمان بالنفس. كل واحد لازم، يجب من ألف اللي نقطة بالإيمان بالله تعالى إلى باء، كل واحد يجب أن نؤمن أن الله عادل. لا يمكن ربنا تعالى يوزع الصفات أو يوزع العقول ويعطي آخر شخص بمقدار وشخص بمقدار، لكن الفرق هناك ناس يستطيعون أن يؤمنوا أول شيء بقدراتهم. قدرات الإنسان لا نهائية، خصوصا العقل. العقل لا نعرف عنه شيئا أبدا، فيه 100 بليار خلية مثل المجرة الملكي واي أو مجرة التبانة اللي عندنا، وبالتالي قدرات هائلة. اللي يؤمن بنفسه ويؤمن أن فعلا الله مد بالقدرات النهائية لأن أراد منه أن يعمر الأرض، هذا الإنسان سينجح وسيجد قدرات. عشان كده إحنا لما نشوف ناس يكادون يجترحون المستحيل، يقول واو كيف قدر يسوي كذا، كيف قدر يوصل كذا. ليه؟ الإيمان بالنفس، الإيمان أن عندك قدرات، عشان كده وصلوا الأشياء حين نراها مستحيلا. شكرا.